أسعار الغازوال والبنزين والفيول الصناعي ستبقى مستقرة خلال الفترة ما بين دجنبر 2013 إلى 15 يناير 2014، ذلك ما أعلنت عنه الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة. 12 درهما فاصل 2 سنتيم للتر بالنسبة للبنزين الممتاز، 8 دراهم فاصل 54 سنتيما للتر بالنسبة للغازوال، 5076 درهم فاصل 63 سنتيما للطن بالنسبة للفيول الصناعي. يضاف لهذه الأسعار فوارق النقل بين مدينة المحمدية وباقي المدن.